شهر رجب هو الشهر السابع من شهور السنة الهجرية، وهو أحد الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وهو مفتاح شهري الخير والبركة شعبان ورمضان. وقد كان شهر رجب من الأشهر المعظمة عند العرب في الجاهلية، فقد سمي رجبا من الترجيب وهو التعظيم، لأن العرب كانت ترجبه أي تعظمه، فتترك فيه القتال تعظيما له ومهابة. وذكر بعضهم أن لشهر رجب عند العرب في الجاهلية أكثر من 14 اسما، منها الأصم لأنه لا يسمع فيه قعقعة السلاح، الأصب لأنهم يعتقدون أن الرحمة تصب فيه صبا، هرم لأن حرمته قديمة، مقيم لأن حرمته ثابتة. وكثرة أسماء الشيء تدل على تعظيمه. ولشهر رجب في الإسلام من الفضل والمكانة ما لغيره من الأشهر الحرم، إلا أنه لا يخص بعبادة معينة دون غيره من الشهور، إذ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. قال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك الأحاديث المروية في فضل رجب بخصوصه، أو فضل صيامه أو صيام شيء منه، أو فضل صلاة مخصوصة فيه كالرغائب، كلها كذب مختلق. وقال ابن القيم رحمه الله: وكل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى. لذا وجب الحذر في هذا الشهر من المحدثات التي يقع فيها كثير من الناس، ومنها تخصيصه بأنواع من الصلوات كصلاة الرغائب والألفية وغيرهما، تخصيصه بإخراج زكاة المال فيه، تخصيص أيامه كلها أو بعضها بصيام، تخصيص ليلة 27 منه بعبادة أو احتفال بزعم أنها ليلة الإسراء والمعراج. ولا بأس أن يكثر المرء في رجب من الأعمال التي اعتاد على القيام بها في غيره، كالصيام والقيام والاعتمار، دون اعتقاد فضل زائد فيه، بل يكون ذلك استعدادا لرمضان. فرجب كالريح، وشعبان كالغيم، ورمضان كالمطر، فمن لم يزرع في رجب ويسقي في شعبان فأنى له أن يحصد في رمضان.